رضوان الرمضاني، يونس دافقير، وسي عمر الشرقاوي. ها انتم شوف، انا شاد طريق طويله، وقفت في الطريق، الهضره ديالكم وقفتني، وكان ممكن غدا ندير، بغيت ارتاح اليوم الاحد، ولكن والله ما قديت. 4 ايام جبتوني وما فراسيش، وكيصيفطوا لي الناس الروابط تقول لي يا حميد واش كيقولوا عليك. كنقول انا ما يمكنش نبقى مقابل عباد الله، واش علي قال شي حاجه نشق مخا، الناس تهضر مع راسها، انا درت حلقه خصني نمشي ندوز القضايا اخرى بهذا المنطق، ولكن كثر عليا الروابط، لا ضروري تشوف واش كيقول، لا ضروري كل واحد كيقول. ولا دابا جاي في الطريق قلت رصرصه، شعلت اليوتيوب شي بقيت كنسمع اش كيقول السي رمضاني بخصوص. المهم ثلاثه النقاط هما اللي مهمين، السي الحموشي، وحده بخصوص شي بيان ولا مؤتمر موقعينه شي ثلاثه المغاربه على الصحراء المغربيه. ثم نقطه اخرى تيقول لي الرمضاني او يونس دافقير حميد هضر على هادو وليدات فرنسا، والرمضاني كيولي اكد على ان المغرب احسن من فرنسا وكذا، فلقيت راسي ملزم نناقش هاد الحويجات هادو. بغيت كرندوان ما تقلقش، وبغيتك يونس ما تقلقش، عمر ما تقلقوش، هذا نقاش اخوي صحي، خلينا من الهضره ديال البعض ديال حقا. انا البعض كيدورني ما تجاوبهمش، راه كدير لهم الاشعاع، كدير لهم الاشهار حقا، راه الشعبيه هذاك هو الهدف ديالهم، ماشي هذا هو الهدف. انا كندير لهم الاشهار، هما كيديروا لينا الاشهار، ما كاين باس. لي اساسي هو ان يكون نقاش كيخدم المغاربه وقضايا المغاربه. كاين نقاش مهم طرحوه الاخوان، غادي نحاول نناقشوا، خصوصا انه وجهوا لي دعوه. احاميد جاوبنا في هادو، فاخلاقيا ملي كيوجه لك شي واحد النداء خصك تفاعل معاه. فالمساله ديال الاراء هي مهمه جدا، وانا كنحييهم كيبداو رايهم وانا كنبدي رايي. وكما كيقول الشاعر، الراي قبل شجاعه الشجعان. الشاعر العربي تيقول لك الراي قبل شجاعه الشجعان. الراي راه ماشي سهل باش الانسان يعطي الراي ديالو. فبقات لي نقطه بخصوص السي الحموشي باش يستقم النقاش، مهم بزاف بزاف بزاف. ان الحموشي جبدتو، وربما وقع شي سوء فهم عند رضوان باش يفهم. الغايه ديالي من السي الحموشي جوج الحوايج، وربي شاهد عليا وغنقولها، وخا بعض غيتقلق على السي الحموشي. الحموشي ماشي ملك، الحموشي ماشي شي انسان معصوم من الاخطاء، بشر بحالنا بحالو، عنده وضع اعتباري لانه كيرأس جوج ديال المؤسسات الحيويه في البلاد، كيدير واحد الدور كبير، والا ما كانش يجمع بين جوج مؤسسات، والا ما كانش الملك يبقى تايق فيه هذه المده كامله. فجاحد من كينكر القامه الامنيه ديال السي عبد اللطيف الحموشي، وهذاك الرجل كنحترمه قسما بالله العلي العظيم، لا اعرف لماذا، كنسمع عليه بزاف الحوايج، كاين بعض اللي كيقول عليه شي حوايج خايبه، كل واش كيقول عليه ماشي كنكذب وماشي كنصدق، هذا شعور ما يمكنش نخزنه، هذاك السيد كنحترمه، ربي شاهد عليا، لماذا؟ الله اعلم، والله ما كنخاف منه، قسما بآيات الرحمن، احترمه لانه مسؤول ديال البلاد، وما نعرف عنده شي حاجه هكا تنحترمه في السماء. ودوزت الدبابه ويقول على الامن، وكاين اللي يقول لي دوزتي الدبابه الفرقه الوطنيه، لا يهمني، انا كنامن بالمؤسسه راه فيها بزاف ديال عباد الله، تعرف منين كيجيو الخيوطه ديال الضوء. وعاوتاني الشرطه القضائيه تشتغل تحت سلطه قضاه التحقيق والنيابه العامه، ماشي تحت سلطه المدير العام الامن الوطني، لان المدير العام الامن الوطني براسه راه عنده غير ضابط شرطه، ماشي حتى ضابط شرطه سامي بحال قاضي التحقيق ولا بحال النيابه العامه ولا بحال. اذا هذا النقاش نتمنى يكون واضح مع الخوت، وراه ما كانت بيض قوت حتى شي واحد، وربي شاهد علينا باش نجيكم من الاخر، حيدوا هذا النقاش هذا. انا السي عبد اللطيف الحموشي كناقشوا بجوج الخلفيات كيحركوني، جوج 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 اساس، كاين بزاف ولكن جوج بزاف. الاولى هو حرصي على هذه المؤسسه الامنيه ما تفقدش مصداقيتها، لان كاين بعض عباد الله كينشروا اخبار على الامن، راه ماشي البوليس كيعيط رضوان الرمضاني، رضوان راه شوف دوزت الصوره معاك ديال السي الحموشي، راجع عنده مدير اف بي اي، الامور ما كتمشيش بهذه الطريقه المبتذله. رضوان كينشر صوره بحسن نيه عاديه، نور يقدر رضوان ما ينتبهش، والمستشارين الحموشي ما انتابوش اللي كيخدموا على هذه الصوره. انا كنقول ماشي الحموشي ونشروا ليا، ربما مع الناس المستشارين اللي في الاعلام او للناس كيلعبوا على هذا العمل. انا كصحفي انبه، قد اصيب وقد اخطئ، ولكن لاساسي المحرك هو المصلحه ديال البلاد. اذا ملي كنناقش الحموشي حرصا على مصداقيه هذا الجهاز الحساس اللي هو الامن. جوج واسمعوا مزيان اخوتي يا رضوان باش تفهم مزيان، ملي كنناقش الحموشي بعد التصويرات ماشي زعما الحموشي باغي شي يبان، لا 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 لا، لانني وانا في المحاكمه كان بعض نشطاء الريف كيقولوا المغرب دوله بوليسيه وسط المحاكمه، كينوض الوكيل العام الحكيم الوردي تيقول له كيضرب في الطابله ما تيحملش، ما تقولوش المغرب دوله بوليسيه، المغرب القاضي الطرشي تواجهك ما تقولوش دوله بوليسيه، صافي انتم ها واقعه. اذا بعض الممارسات وان اصحابها افترضنا فيهم حسنيه يقدوا يطعموا ولا يغنيوا ولا يكرسوا هذه الثقافه ديال الدوله البوليسيه ولا يوعوا، بحال التصويرات اللي كيخرجوا على الحموشي كيبان، عوض ما تشوف مثلا وزير التربيه الوطنيه محيح في مؤتمر وكياخذ تصاور، تشوف وزير الفلاحه، تشوف وزير الصحه، تشوف وزير العدل، كيبان لك غير الحموشي كياخذ تصويرات. الحموشي ماشي هو، افهموني، كاين هذوك عباد الله اللي كيكونوا حداه ولا كيبغيو يزينوا ولا كيتموا غادي بهذه الطريقه. انا كصحفي انبه، الحموشي عنده واحد المسار امني مزيان عنده كذا، ولكن هذا الحوض
الحضور ديالو الاعلامي المكتف على حساب بعض الفاعلين الحكوميين كيدور الصوره اولا المصداقيه، خصوصا ملي كنروجوا اخبار ما عاد كتبان ماشي صحيحه. مثلا ان عقلت اخوتي المغاربه ان الاداره العامه للامن الوطني او البوليس الامني هو الذي سينظم او سيترأس التنظيم ديال المونديال ديال قطر. لاحقا ظهر على ان تركيا صيفطت شي 3000 بوليسي ولا شحال، حنا ما عندناش حتى 40 وقيله ولا شحال، ما كناش حتى في ديك اللجنه الرئاسيه المشرفه، ما كناش فيها، بل او ربما لاجيت كانت اكثر منا، لاجيت ما كان جدارمية تما وما هضر عليهم حتى شي واحد، اذا هنا المصداقيه كطيح، اذا خصنا نديرو بحال ديك التطبيع كي درنا له في الاول، بان بان ديك اللحظه اي واحد هضر على التطبيع مع اسرائيل في الاول كيبان خائن التوجه، والصحراء ولا الصفحات كيهضروا على الصحراء، وبانت اسرائيل هي الملقيه المهم ديال الصحراء، وقنصليه امريكان جات سالا النقاش، من بعد بان لا اسرائيل اعترفت بالصحراء المغربيه الصحراء، ولا هي يعني وقفت معنا في هذه الاتهامات المزيفه ديال بيكاسوس، ما قدرتش تقول ما كايناش هذاك الشيء ديال بيكاسوس، ما خرجت حتى بلاغ ولا نفات، ولا هي عطاتنا شي دعم ما عرفت كيف، بالعكس خلقت لنا مشاكل، ولكن واحد الوقت كان القنصليه الامريكان جايه لداخله عقلت على الدعايه، من بعد شنو بان؟ هنا المصداقيه كتمشي ديال عباد الله، لهذا انا من هذا المنطلق كندخل حرصا على مصداقيه الجهاز، وكذلك درءا لديك التهمه ديال البوليس دوله بوليسيه، حيت واحد اللحظه الى بان غير البوليس اللي زوين ما كاين لا مدير ديال مثلا لا وزير الصحه لا التعليم لا الفلاحه لا الحكومه، الناس يقول لك هذه دوله بوليسيه والناس ما كيوعاوش، ولكن الناس باش يديروا الخاطر السي الحموشي ولا باش يتقربوا منه، ما كنقولش على الزملاء والله ما على رضوان ولا هذا، المستشارين ديالو شي جهاز وسط الامن تيبان له هذه الخدمه الاعلام هو كيبان، ولكن هو كيبقى عزيز باش كيبقى قريب للسي الحموشي. انا السي الحموشي كنقولها كان باب التنبيه حبا ماشي الغرض، وعمر بن الخطاب لا اعترض دابا في العراق الى عمر، ابو بكر الصديق تيقول لك قوموني، عمر تيقول لو رايتم في عوجاج قوموه، ابو بكر الصديق تيقول يا قوم اني قد وليت عليكم اسعد فقوموني وان احسنت فعاونوني، فافترضوا كاع بغيت نعطي رايي، دابا نعطي رايي في خليفه مبشر بالجنه وجوج خلفاء ومدير عام ما تقدرش تعطي رايي، وانا نمشي للحبس بالدبابه ومكالمه الفرقه الوطنيه خاويه كنضرب الحبس للسين وصبرت وهانيه في بلادي ونعطي فيك غير رايي لا غير ملك ونقولوا في الاخر دوله ديمقراطيه، فانا كنناقش من هذه الخلفيه ما عندي ادنى مشكل مع السي الحموشي. غادي نخليكم اخوتي المغاربه تسمعوا رضوان وغنتفاعل معاه وحده بوحده هو السي يوسف دافقي. كان الاستقبال ديال المدير العام للامن الوطني مراقبه التراب الوطني عبد اللطيف حموشي نهار الثلاث في الصباح كريستوفر راي اللي هو مدير مكتب تحقيقات الفيدرالي الامريكي، نعاودها مدير مكتب التحقيقات. علاش تعاودها رضوان؟ عادي شكون هو واش بغى يكون بالسلامه؟ وحنا اللي اعترفنا بامريكان المغرب سابق امريكان، دابا انت ممكن تقول لها جاي وشنو عادي هذا شكون انا بغيت تقول عبد اللطيف حموشي عرفتي شكون عبد اللطيف عوده عاود طيب قولها خمسه المرات على مغربي وحنا المغاربه انا دابا انا كنقول لك حنا اشعر شكون هذا مدير المكتب الفيدرالي اش بغى يكون كاع في ملك الله؟ ظالم راه قتل في العراق وقتل في فلسطين علاش تصوروا لي زعما شي حاجه؟ قاتل يعرقل الديمقراطيه في الشرق الاوسط يعرقل قيام دوله فلسطينيه وعارف الحق فيما يجي شي قرار لفائده فلسطين كيدخل بالفيتو وكيدقدق في عباد الله يمكن يدير لي الصحراء المغربيه من غد يسالي لي مع البوليزاريو هاد السيد كزار العذاب ما دار لي حتى حاجه في هذا الشيء اذا شنو نعاودها ما عادي هذا الانسان الفيدرالي الامريكي الاف بي اي الاف بي اي كنشوفها في الافلام لا رضوان حبس دابا جاي يدير زياره للمغرب بس رضوان حبس اش كنشوف الافلام ما عمر الزياره ديال المخابرات الامريكيه قاطعه المغرب تاريخ المغرب تلاقاو الملك حسن الثاني وكانوا تلاقاو الوزير الاول ما كانش كيخرج هذا الشيء بهذه الطريقه وسوريا معها حرب مع امريكا دابا المخابرات السوريه كتلاقى المخابرات الاف بي اي عادي جميع دول العالم كيتلاقاو المخابرات غير ما كيخرج هذا الشيء يا رضوان حنا ما عمرنا ما جاو عندنا دائما كان يجي عندنا مدير المخابرات وكنمشيو عنده والسؤال رضوان علاش هما الامريكان ما كينشروش تلاقاو السي الحموشي ولكن حنا الصعابه ديالنا حنا تلاقيناهم قول لهم ينشروا علينا هذه الاخبار واش مدير كتشوف بزاف المدير ديال مخابرات اسبانيا رضوان المدير المخابرات الفرنسيه كتشوف الاعلام مدير بلجيكا ما كيبانوش مدراء المخابرات ما كيبانوش بزاف في الاعلام تماما الا في شي حدث وطني كبير ولا شي توشيع ولا كذا ما كيبانوش إذا رضوان عادي راه ديما كيجيو عندنا من الخمسينات ومن السبعينات وكانوا كيتلاقاو ما كاينش شي جديد، ثانيا هاد السيد هذا تلاقى ياسين المنصوري في هذه المجيه، علاش ما نشرتيش الصوره مع ياسين المنصوري؟ لا تجيد، راه تلاقى لا تجيد، تلاقى ياسين المنصوري وتلاقى الحموشي، وعلاش بالضبط كاينه صوره الحموشي وما كاينش صوره لا تجيد؟ وياسين المنصوري دائما كيتلاقى مدير المخابرات اف بي ام كيمشي وكيتلاقى بلجيكا ومدير المخابرات فرنسا، ياسين المنصوري كذلك تلاقى عباد الله، علاش ما كاينش تصاوروا؟ في هذا المستوى مثلا ربما المستشارين اللي مع السياسيين ماشي هما المستشارين اللي مع السي عبد اللطيف اللي مع السي عبد اللطيف كيخرجوا التصاور واللي مع السياسي المنصوري ما كيخرجوش ودابا هذا حرام ديال الدرك الملكي ما كيستقبل حد ما كيدير والو في المغرب جندارم وفين هو الجندارم لا يظهر له اثر كاين الناس كاع ما كيعرفوش شكون كيعرفوا كاين اللي باقي دابا في راسهم
الجدرميه راه حسين بن سليمان، دابا مغاربه والله حتى كيعرفوا حسين، ما كيعرفوش قاعد حرامو. اذا خصنا نمشيو بهذا المنطق. على حسب البلاغ ديال الاداره العامه والمديريه العامه للامن الوطني، الزياره هي الثانيه في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزياره السابقه التي اجراها المدير العام للامن الوطني ومراقبه التراب الوطني الى الولايات المتحده الامريكيه في شهر يونيو 2022، والتي التقى فيها بمديره اجهزه المخابرات الامريكيه ومدير وكالات الاستخبارات المركزيه ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. كاين البعض اللي كيقول، اسمحوا لي نعلق على راسي، كاين البعض اللي كيعتبر نشر خبر من هذا النوع هو غير زائف على كل حال، انه زعما زدنا فيه. واش هاد المدير ديال اللي في بياعي جاي يتسارى في السويقه الرباط؟ لا لا، شكون اللي قال جاي يتسارى؟ ولكن عادي يا رضوان، وانا شنو هو جا مدير اف بي اي تلقانا شي حاجه مع فرنسا؟ انا راه ناقشت رضوان، انا ناقشت هاد الزياره وهاد الصوره على ضوء وعلى خلفيه التوتر اللي كاين بين الميريكان وبين 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 المغرب على اي صعيد. واحد يقول لك كاينه قنصليه امريكيه غتكون في العيون، فين هي؟ هذا هو اللي عندي مهم. قول لي انت رضوان، كنتي كدم الناس اللي كتهضر على القنصليه كاين في العيون، قول لي فين وصل. ها وحده وزاره الخارجيه الامريكيه كانت كتهضر على في التدخل ديالها، كتقول مغربيه الصحراء مؤخرا، ما بقاش كتقول مغربي الصحراء، ولا كتقول حل متوافق عليه يرضي الطرفين في اطار الشرعيه الدوليه. اذا الموقف الامريكي تبدل. ثلاثه، الكونغرس الامريكي موقف الصفقه ديال الاسلحه للمغرب. اربعه، المناورات ديال الاسد الافريقي انخفضت. في اطار هاد الاربعه الحوايج واش ناقصت انا الزياره؟ زعما ها هي الزياره، ما هو اثرها؟ ما غتخرجش هي للاعلام؟ واش شنو غنقول؟ حنا ما قلناش اسيدي غادي يخرج ولا كذا، غير حنا انا عندي واحد الفكره كنامن بها، ماشي انه لو تلاقى فلان وفلان راه هو العظمه. انا اعطيني مثلا اتفاق مثلا في الصحراء، قنصليه امريكيه مثلا مغربيه الصحراء مثلا، شي صفقه طلقت. اما تلاقى راه كيتلاقاو دائما الامنيين مع المخابرات، ما ماشي حدث شي حاجه اللي تستحق. وزيدوا الصفحه، خصنا نديروا ياسر المنصوري، نديروا اللقاء ديال حرامو، نشروا التصاور ديال الوزير الاول، اخنوا تلاقى شي واحد، ماشي بالضبط سي الحموشي، ماشي تنقيس منه درءا وابعادا لديك التهمه ديال الدوله البوليسيه. كلشي كيهضر بالبوليس، هذا هو الخلفيه. ثانيا رضوان، وما تقلقش مني، انا وانت مفروض فينا ماشي نكونوا وكاله ديال الامن نشروا لهم التصاورات، لا نشروا التصاورات، ولكن حنا كصحفيين نزيدوا نكملوا خدمتهم، نسولوا على خلفيه الزياره، ما هي اثرها على البلاد، واش كاينه ضمن هذه الزياره، نستفزوا حنا الامن استفزاز الايجابي ماشي السلبي من اجل البلاد. هذا دوري كصحفي، ماشي ندير له انايا الدعايه راه دار تصويره وتلقى تصويره، لا ذاك راه امني وانا صحفي، هو مغربي وانا مغربي، هو كيدير خدمته لفائده البلاد، انا دوري شنو هو؟ نسول على طبيعه الزياره، وما هو الاثر الذي ستخلفه هذه الزياره، والملفات والحلحاله. واهم سؤال رضوان، وما تقلقش، انا امريكان، انا مغربي مدابز مع فرنسا، وتصور الامريكان يستغلها فرصه وجاي يتلقى السي الحموشي ويبتز وياخذ شي حاجه واعره، غير باش حنا المغرب نبانوا راه خذينا التصاور. وتصور لا كان ديك الزياره عندها شي ثمن، امريكا اداتنا ولا غتاخذ شي صفقه منا بهذه الطريقه؟ ماشي بالضروره، خاصنا نطرحوا اسئله، وماشي عيب، ماشي عيب. كيقول لك على الفاسي من الحزم سوء الظن، من الحزم سوء الظن، هذه راه بلادنا رضوان، انت صحفي وانا صحفي، المفروض حنا الزياره من دارها الحموشي انا وانت نطرحوا الاسئله الحارقه حول الزياره، طبيعتها، سياقها، خلفياتها، نستفزوا، خلي الامن يجاوبنا، هكا البلاد كتطور، ماشي راه الحموشي تلقى فلان، الامور مزيانه، ياك تيا فرنسا دابسي معنا، ها القبله ديالنا هي امريكا، وامريكا راه كنعرفوها من بكري، واش طفراتوا لينا يا رضوان في الصحراء؟ رضوان راه فرنسا هي اللي دخلت مشروع الحكم الذاتي في مجلس الامن، شكون اللي حط الملف ديال مشروع الحكم الذاتي؟ حطاتو امريكان ولا فرنسا؟ فرنسا رضوان، وانتو والسي يوسف قير والشرقه يبقى في الحال، لا غتعرضوا لافكاري ما تنجبدوا واحد الفكره بحال هذه تجاوزتوها، هي مهمه. من ادخل مشروع الحكم الذاتي للبيت لمجلس الامن؟ فرنسا، جاك شيراك، مشى عنده السي فؤاد عين الهمه والسي مزيان بن الفقيه والاخر السي ياسين المنصوري، واعتقد السي بوريطا ولا لا طيب الفاسي الفهري، سي طيب الفاسي الفهري، هادو هما اللي مشاو داو المشروع مع الشراك وقنعوا، وفرنسا تحمست المشروع عجبها ودخلاته، وتما سجلنا القيطاتوان على البوليزاري وعزلنا العسكر الجزائري، ها الخدمه الزوينه. اذا فرنسا اللي دارتها رضوان، فرنسا ما دارتهاش امريكا، امريكا راه هي اللي كتعرق العباد الله، امريكا هي اللي معرقه الشرق الاوسط، امريكا هي اللي كتدعم اسرائيل، امريكا هي اللي عدمت صدام حسين يوم عيد الاضحى، ما شفعت لا فينا ولا في مشاعرنا الدينيه، امريكا هي اللي اعادت افغانستان للعصر الحجري.
امريكا هي اللي اعادت الفيتنام واعادت وعاد. خصنا نقراو التاريخ اخويا رضوان، ماشي اليوم عاد بان لي الامريكي ديمقراطي وغزال، راه ما تبدل كما تيقولوا ليس في القنافي دي املس. حنا مغاربه ولكن ما بغيكش تحمس الامريكي على الفرنساوي، بجوجهم بحال بحال، ما فيهم ما تعزل، غير كلهم مصالحه وهما بجوجهم خايبين. ولكن اللي قلت لي كل شويه نقول لك فرنسا وخاصه استعمرتنا، امريكا راه مشات تستعمرك دقدقك، فرنسا دخلت مشروع الحكم الذاتي، فرنسا نحذيو منها ونبقاو كنتقاتلوا معاها، ولكن مني اياك تحف داك العمليه ديال امريكان تستغلك. لاحظت اسبانيا شنو ولات كدير لك، ولات كتقول نقطه جمركيه وسبتهم ليليا، علاش كيستغلوا اننا عندنا صراع مع فرنسا ومع الاوروبيين، اسبانيا جالسه كتخدم الملف ديال سبتهم ليليا وكيستغلوا الظرف. امريكاني باش جا عند السي حموشي ماشي انا دغيا غنمشي معاه صافي ها الحل لقيناه. واخويا بحال الامريكاني بحال الفرنسي، انا كصحابي خصني نستفز المسؤول الامني والمسؤول الحكومي وندافع على المصلحه ونطرح الاسئله حول المصلحه المغربيه. ما هي طبيعه الزياره؟ علاش اخويا جيتي الامريكاني في هذا الوقت؟ انا صحافي مستقل عليه، نطرح الاسئله ونطرح النقاشات بهذه الخلفيه. السي رضوان، واش هذا المدير ديال الاف بي اي جا يتقدم للولجه؟ ما عرفناش منين جاي يتقدم، ما عرفناش منين جاي يتقدى، ما جاي يتقدى من يجي يتقدى شي مصلحه ديالو، شكون عرف؟ جاي يتقدى شي ماشي المصلحه، جاي يتقدى وربما جاي يتقدى شي قضيه البلاد واختار هذا السياق، قال المغرب واحد، هذه هي الفرصه فين غنمشي. ما عرفنا شنو عنده، حنا عرفنا شنو عنده، الله اعلم. ما تنقولوش ان السي الحموشي غيمشي معاه في داك الشيء، ولكن من حقنا هذو راه امريكا راه ما كيلعبوش، مالو زعما بقينا فيه ما عندهم ما يدار ولا؟ علاش جا دابا زعما؟ وراه ديما كيجي بعدا ماشي شي حاجه، ولكن لا جا، راه خصنا نشوفوا ما هو مخرجات الزياره وثمار الزياره. واش هذا المدير ديال الاف بي اي في الرباط في ملي جا للرباط واش جاي يتصور في صومعة حسان؟ واش غتلاقى الحموشي في الطريق؟ السيد جاي في اطار راه كيمشي عند كلشي يا عبد الرضوان، راه كيتلاقى البنغلاديش والغابون واثيوبيا، هذه راه دوله عظمى، راه المدير راه كيتلاقى الكون كله. زعما حنا تلاقانا هذه اللي ما كتعجبنيش، بحال اللي حنا مع بحال ديك اللعبه ديال الامن في المغرب، والامن راه كاينه في العالم، حنا اللي عندنا الامن في الاعلام، الحمد لله اي عندنا امن، ولكن واحد الطريقه مبالغ فيها، عندنا الامن، والامن كاينه في تونس، كاين الامن في بريطانيا، كاين الامن في اثيوبيا، شنو وقع في رواندا دابا؟ شنو وقع في نيجيريا؟ شنو وقع في كاين بعض الدول اللي ولكن احنا اللي عندنا الامن، لاحظوا الامن 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 نفس المنطق، جا عندنا احنا وراه كيجي عند كل شيء يا رضوان عادي، راه امريكان هذا راه كيمشي عند العالم. والسؤال ماشي تلاقيتيه، اعطيني قول لي واش الصحراء المغربيه فيها شي رقه، اعطيني واش الصفقه ديال الاسلحه غتطلق ليا، اعطيني واش كاين شي الكونغرس شي حاجه فيها، اما جا راه عادي يجي زياره زياره عمل. والمدير اللي في بي اي ما كنظنش بانه مثالي، قال غادي نضرب واحد الدوره للمغرب، وما كنظنش بانه المنطق الامني اللي كيفهمو غير شي شويه ملي غيتلاقاو جوج دريوس كبار غادي يخرجوا يقولنا السلام عليك عرفتي فاش تذكرت انا وراي الله ودي زيد السي سير لطيف الحموشي راه تذكرنا على هادي وعلى هادي وعلى هادي وعلى هادي وعلى هذا راه منطق امني واستخباراتي و و و ما كاينش مشكل. فبالتالي انا ما يزعجني في تناول بعض ولا في التفاعل مع هذا النوع من الاخبار هو محاوله تسطيحها. لا رضوان ماشي تسطيح، هذا مدير الاف بي اي تلاقى مع مدير ديال البوليس وديال الدي اس تي في المغرب كيتذاكروا في قضايا امنيه، باش كيجي في هذه المرحله وفي هذه الظرفيه عند دلالته. وانا داك الشيء اللي سولته رضوان، انا راه صحافي، هاد الظرفيه اللي اعتبرتها سياسيه خفت من الامريكاني يجي يستغلها وياخذ مني. انا صحفي، انا ما تابعش البوليس رضوان، راه من حقي نطرح الاسئله ماشي تسطيح. واخا نكون خصي ديما انا البوليس يضرب لي الحساب، واخروش يضرب لي الحساب، والجدرمي يضربوا لي الحساب، والطالب العالمي يضرب لي الحساب، هذا هو دور الصحافي. شتي علاش البلاد كتكون ملي كيولي الفاعل الامني ولا الحكومي ولا الحزب ولا البرلماني ما مسوقش المراقبه؟ الصحافه ما مسوقاش، راه واكل عظيم ولا ما كنهضرش عليكم اتونسيون مع كل احترام، تنهضر مثلا الصحافه مسوقاش تما، راه خصنا رضوان، راه خصنا المزعجين بحالي واخا تكون، علاش باش داك الحكومي والبرلماني كيولي خدام تحت الضغط خايف؟ المصيبه هي ما كتبقى الصحافه ما تهضرش عليه، اش كيولي؟ غدا تا كيدير لك شي زبله كتمشي فيها الوطن كله كيأدي، ما كيشتغلوا تحت الضغط كيولي يضربوا ويحسبوا. وكيف ما سميتها انا اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه، وعندها المعنى ديالها وعندها المغزى ديالها. كاش انه حميدي تصوير اختاريتي لي خير دوك وليدات فرنسا اللي تذكرنا عليهم وما توقفش عندهم. انت بلاتي دابا رضافقير قلتي لي وليدات فرنسا تذكرتي لي ما وقفتش عند شكون وليدات فرنسا رضوان؟ رضافقير شكون وليدات فرنسا؟ ايوز دابا شكون ولاد فرنسا؟ وليدات ماما فرنسا؟ وليدات فرنسا شكون؟
انا اللي كنعرف وليدات فرنسا هما اللي فاتح الحسابات البنكيه في فرنسا وعندهم الديور في فرنسا هما الوزراء ولاد الوزاره عندهم جنسيات هادو اللي معنيين كله قاد براسه ولكن ها دوي علينا وجي علينا ما كنبغيوش الحق راه بزاف رضوان ايونس وليدات فرنسا هو اللي عنده الحساب البنكي في فرنسا مغربي وعند هو الوزاره هما المسؤولين سؤال هادو اللي كتهضر عليهم الصحفيين عندهم شي حسابات بنكيه تما فاتحين ما عندهمش ديور شي شقق في فرنسا هذا اللي عطى مشروع ديال الحكم ديال المشروع التنموي لفرنسا للسفيره انا والله مع كل احترام السيد الوزير ولكن عقلية هذا نعتبره ود فرنسا ولا ماشي ود ماما فرنسا الوزير اللي عطى المشروع ديال الحكم ديال التنموي شابو قادو وعطاه سفيره فرنسيه قبل ما يشوفوا المغاربه هذا ود فرنسا واش ود فرنسا شكون ود فرنسا ايوس باش ود فرنسا انا كنعرف دوك الناس اللي كتعنيهم كيضلوا يدينوا الاستعمار الفرنسي شحال عندهم الفيديوهات يدينونا الاستعمار الفرنسي هذه كلمه حق توقع لا هذوك اللي كتعنيهم وخا والله ما بيني وبينهم على خير الاحسان وهذوك اللي كتعنيهم تشديت في الحبس والله ما عقلوا عليا هذوك اللي كتعنيهم ما داروا لي حتى حاجه كاع وداروا مع صحابهم الاخرين شغلهم هذاك ولكن كلمه حق نقولها دابا ولكن ماشي معناها ما تضامنوش معايا في الحبس غنكذب لا كلمه حق نقولها راه اللي كاين اخويا يونس كاين هذوك ادانوا الاستعمار الفرنسي هذوك اللي كتعنيهم كنعرفهم وهذوك ما عندهمش الجنسيات الفرنسيه وهذوك ما عندهمش هاي العمارات والديور فرنسا هاد الوزراء في المغرب اللي ما كتهضرش عليهم هما وليدات فرنسا هما اللي كيعلفوا فرنسا هما اللي فرنسا كتعلف منهم الفلوس اذا هاد الفكره ديال وليدات فرنسا ما عنده راي اختلف عما تقول له هذوك وليدات المغاربه معارضين مزعجين قول عليهم اللي بغيتي اما وليدات فرنسا هما اللي كيعلفوا فرنسا في الابناك ديالها وفي الثروات ديالها ما نكرهش انه يعطينا رايه حول مغاربه اللي كيلجؤوا لدول ولا مؤسسات دوليه في الوقت اللي بلادهم واخا جاوبك يونس في هذه انا نهضر على راسي نشوف واحد انا ما مشيتش للدوله ضد المغرب انا التسميه ديالي جبت بيكاسوس انا ولكن انا والله ما كنثق بداك الشيء ديال بيكاسوس والله ما كنثق فيه ها وحده وكان كان هاد بيكاسوس والله ما عندي مشكل عاد تصنت عليا الدوله حيت كلشي خاوي انا ما عمري ما كنخاف من التصنت اللي كنقولوا هكا كنقولوا اون بلين بيبليك واتحدى شي واحد يجبد عليا عادي جدا وانا تحكمت بدبابه وبيكاسوس ولكن ماشي حتى شي مؤسسه دوليه انا كنامن بالقضاء ديال بلادي وكنامن بالتدافع مع بلادي الداخل انا حميد المهداوي انا داير هكا واي واحد كيسمع ليا كنقول له لا تقاتل بلادك وان ظلماتك بلادك بقى فيها ما تمشي حتى شي مؤسسه مزيان ها انا سؤال اخر هذوك الناس اللي مشاو للمؤسسه الدوليه واش خالفوا القانون الدولي لا واش عندهم الحق عندهم الحق واش خوانه ماشي خوانه داك اختيار ربما ما صفاتهمش المؤسسات ديالهم بلادهم هنا ظلموا بزاف العيوم يديروا الشكايات ما تسوق لهم حتى شي واحد ربما مشاو نزيدكم نقطه اخرى بيكاسوس انا من الناس اللي رجعوا الفيديوهات ديالي كنت كنقول القضاء المغربي يفتحوا بحث فيه علاش ما سمعتوش عليا علاش علاش نتسنى قضاء دولي يفتحوا اجي انت كيما وقع شكون اللي قال تسوس حنا القضاء مستقل ونسمعوه وشنو فيها المشكل وانا عارف داك الشيء تخربيقه والقضاء المغربي غيدير الحفظ وعيبان انه ديك الساعه كي دخلت اطراف دوليه اي ولي تزايد علاش حنا في القضاء في المغرب ما بغاش يفتح بحث في هذا الشيء علاش ياك مذكوره اسماء قالوا التصنت وقع للمالك وشوف على مزيده كي دايره القضاء كان يفتح بحث صلت اسيدي مالو شنو وقع كاع في ملك الله وانا مأكد داكشي كان غيفضي الى الحفظ لانه عاد خربيقه اذا كان علينا مش من الناس مشوش المؤسسات الاخرى نقطه اخرى على حساب معلومتي الناس اللي مشاو للبرلمان الاوروبي هما ضد بانزيري وضد ديك السيد اللي مشدود دوك الثلاثه علاش تيقول لك انهم كانوا كيعرقلوا لان بانزيري شكون هو هو رئيس لجنه حقوق الانسان البرلمان الاوروبي ملي كيبغي يطرح الملف مثلا ديال الصحفيين ولا ديال سليمان ولا ديال النشطاء الريف كان بانزيري وصحابه كيعرقلوه في البرلمان الاوروبي ما كيخليهوش لان رئيس بانزيري اللي معتقل هو رئيس لجنه الحسن حداد في الحسن الحداد في لاماب شنو قال؟ قال لك حنا اللي عرقلنا باش الزفزافي ما ياخذش جائزه سخاروف عقلت اخوتي اخطر اعتراف داروا هذاك الحسن حداد وما عاقش وعطى فرصه دابا لعباد الله الاخرين دابا انت اللي عرقلتي حقوق الانسان انت اللي عرقلتي لي كذا كذا يمشيو يديروا معاك دعوه ضد اذا هذاك الحسن حداد ما كانش خصو يقول احنا اللي عرقلنا دار خطا تاريخي عطى وسيله اثبات دابا للعالم عيشدوا داك التصريح ديالو هو يولي ضده وبزاف غيبغيو يخدموا به علاش كنقول لكم راه خصكم الكفاءات راه كاين نقص بحال دابا فرنسا لو فيغارو كيجيبوا على فرنسا فرنسا ملي قالت المذكره ولا شي تخربيق ديال هاد التخربيقه ديال بلجيكا على هاد ما يسمى فرنسا راه عطاتكم خدمه ولكن الناس ما كيلتقطوش اشارات ام احسن فرنسا كتبقى ساكته يدخل شي مسؤول ربما يشدوه مثلا ظلما وعدوانا بالعكس فرنسا نبهات ما باغياش العيب هما اعتبروا شنو فرنسا كتسرب راه سربت راه بالعكس راه دارت تسريب لصالح الا كان شي مغربي مثلا ربما فهاد التخربيقه من التخربيقات اذا خصنا نكونوا خوتي كنخدموا العقل ديالنا مع في صراع ماشي يقول لنا راهم خاطئين ولا راهم على صح غير فقط نسمعوا اشنو رضوان ايونس انا عاودها لك هذوك المغاربه راه ما دعوش المسؤولين المغاربه مشاو دعوا ديك الشبكات بونزيري واللي معاه لانهم عرقالو
مين فاتهم؟ حاول تفهمها. ما دعوش المسؤولين المغاربه، وهذوك اللي مشاو لامريكا ما دعوش المسؤولين المغاربه، دعوا الشركه ديال بيكاسوس الاسرائيليه. اذا هما ما دعوش لا مغرب ولا مغاربه بجوجهم. ها رايي بالنسبه لي انا كنقول اي واحد قاسو مسؤول مغربي يبقى في المغرب. ها رايي انا، هادشي اللي كندير انا، ما كنمشيش ندعى. ولكن بغيت رايي على هادوك، هادوك مشاو ضد شركه اسرائيليه بيناتهم معها، كيدعيو على شركه اسرائيليه، ما دعوش مسؤولين المغاربه. هادوك اللي في البرلمان الاوروبي تيدعيو ديك العصابه، شكون هما؟ هو بانزيري وهذاك الاخر سميتو اون ما شنو سميتو، واحد سميتو مرتو ولا شنو هي اللي مشدودين ثلاثه. بانزيري لقاو عنده الشوان ديال الفلوس، راه الناس راه كاين مكالمه هاتفيه، راه الناس ماشي راه بقاو الديور بقاو فلوس بالشوان شوان شوان ديال الفلوس، وكاينه مكالمات. اذا هادوك بالنسبه لي انا ما جبدوش المغرب، ما داعيش المغرب. الناس كيقول لك عندهم ملفات حقوقيه وعرقلت لهم، بان باغي يخرجوا لدوله خالو. انت كما تنقول واحد المره يونس، خصنا نكونوا موضوعيين. تيقول لا تتحدث عن الصبر اذا لم تكن المصيبه مصيبتك. انت دابا يونس ما مشدودش، انت يونس ما تشدت لك شي واحد قريب لك بحال دابا، ولا ما تالمتيش يونس. انت تدزتي في المغرب عادي، اسمح ليا، ولا رضوان ولا دام، راه واخا كتناقشوا انتوما ما تقرصتوش. واحد اخر مشالو ولدو للحبس، مشالو باه، مشالو مو، تكرفص مشى شاف العذاب جنب، مشى للقضاء ما نصفوش. بان له واحد العصابه اللي هو بانزيري وكذا عرقلوا له، مشى تنصب ضده، ضد بانزيري ماشي ضد مسؤولي المغاربه. فين كاين المشكل؟ ورأيه في هذا الموضوع باش كذلك، لأنه كيعبر على وجهات نظر مختلفة، وكيهمني أنا كواحد عنده رأي في هذا الشيء أنني نسمع كذلك الرأي ديالو في هذه المواضيع. وأنا تمنيت كيف ما قال يونس أنه لو علق على المحتمين بفرنسا، أنا تمنيت لو علق على ثلاثة ديال المغاربة اللي واخا رضوان ويونس. دابا أنتم كتجروني بس كان واحد خينا معنا في الحبس، واحد راجل كبير مسكين كنكون ويا الفسحه، وكيقول لي سي مهداوي، كنقول له تيقول لي كتعرف زورو والسيف، كنقول له تيقول لي زورو عنده واحد السلبه، قال لي عنده زورو واحد السلبه ديك كيفوق العود، عنده السلبه ديك السريفه وكيجر، قال لي بحال هكاك داروا لك، قال لي رموا لك السلبه من بعيد، قال لي وانت راه طولوها لك، قال لي داروا لك السلبه ديال الضو، قال لي قالوا طولوها له هذا بزاف. هو كان مسكين حتى هو كيجلس في واحد البلاصه وداو له واحد الجناح ديال السلفيه، المهم تعداو عليه بواحد تيقول شويه كيبقى يطل فيه ويضحك، تيقول لي انا رماو لي سلبه، تيقول لي راه فين كيتصابوا السلبات ديك المصلحه ديال الاشغال العامه، قال لي تما كيتصابوا السلبات، تيكون ذاك رئيس المعقل ومع هذوك الموظفين اللي حداه كيكون تبركيكو، هذاك يرميو السلبه لهذا لهذا. دابا انا تفكرت هذه السلبه هي هذه، دابا رضوان وضاف قير عمر رامي لي واحد السلبه دابا ديال الضوء، جبدوا لي زعما بغينا نسمعوا في هذا، واخا خويا رضوان انا نهضر معاك، ماشي ارمي السلبه ما كاين باس، اللي بغى ربي هي اللي كاين. شوف اخويا رضوان، دابا انت كتقول لي علاش ما هضرتيش هضاف قير، بغينا انا نطرح لكم نفس السؤال، شحال عطاتنا اوروبا دابا؟ 600 مليون اورو عاد السيمانه ثلاث ايام، واش كتقول فرنسا عطاتنا فلوس؟ يلا بغيت رايك، بغيتك انت وهذوك عدد من العباد اللي كيهاجموا فرنسا هذه الايام، سؤال ديروا شي حلقه، واش نتوما مع هاد الدعم لفرنسا تعطينا الفلوس باش نصلحوا العداله عن طريق القضاء الاسباني؟ شوف نصلحوا العداله المغربيه والمخطط الاخضر والاداره، عطاتنا فرنسا واوروبا 600 مليون اورو، نشدوا فلوسها ولا لا؟ ديروا شي حلقه في هذه، وانا كنطلبكم كما انا تلبيت معاكم، قولوا هل نقبلوا اموال فرنسا ام لا؟ سؤال، واش شدوا فرنسا فلوسها ولا ما شدوش فرنسا؟ وبغيتكم في نفس السؤال، واش فرنسا حطتنا مشروع الحكم الذاتي في امريكان ولا ما حطاتوش؟ وبغيتكم كيما نتوما كتقول لي حامي ظرف هادي، انا نقول لكم علاش ما هضرتش على الميتلي دابا؟ داك الميتلي اللي دخل مع واحد المحامي دائما انت بغي انا، علاش نتوما ما سمعتش كاع رايكم في داك الميتلي كيمس الهويه المغربيه الهويه؟ علاش رضوان اضاف قال انا على وجه لكم هذا النداء، بغيتكم تناقشوا الميتلي وعقلوا، لا كنتوا غتفاعلوا معاه، راه باقا ما سمعوا الميتلي ما غتفاعلوش كاع. هذاك الميتلي اللي دخل هذا الانسان ناقش كندافع عليه من تما رضوان على الهويه المغربيه، السيد اساء لجلاله الملك وهزتني النفس عليه، ما يدخلش هنايا، ماشي مثلي ولا ما مثلي، انا شغلهم هذاك بينه وبين اللي بغى شي حاجه شغلو هذاك، ولكن غير من يكون كيتكرفص على جلاله الملك بهضره قاصحه ويتم داخل هنا ويدير لي ندوه ويبات لي في لوطيل سخون ومحضي ومأمن، والله اخويا والله ما نتعاتق معاكم مهما كان لافان، هذا هو حتى مغربي، مغربي كندافع على الهويه المغربيه، الناس بغاو يخلط عاوتاني سيرك هذوك شي وحدين بغاو يديروا فيها بغاو يتقربوا ولا مسؤول ندخلوا، علاش ما هضرتوش على المثلي؟ انت كتقول لي حامد علاش ما هضرتيش، انت ماش ما هضرتش على المثلي، علاش ما هضرتيش على سباليون الوزير الخارجيه ولا كيقول لي سبتهم ليليا اسبانيتان ولا كلمه درتو عليها شي ندوه وديروا ندوه على هذه؟ اذا انت كتقول لي حامد هضرتي على هذه، انا كنطرح لكم نفس السؤال، ها انا جاوبتكم علاش ما هضرتش على المثلي، علاش ما هضرتوش على سباليون اللي كيقولوا سبتها ام ليليا، سبتها ام ليليا ارض اسبانيتان وزير الخارجيه، فين هو الدفاع عن الوحده الترابيه المغربي والسبتها ام ليليا؟ يونس رضوان سبتهم ليليا مغربيه ولا اسبانيوليه؟
كنبخصوش كاع مجهودات ديال الدوله، ولكن خلينا نناقشوا. يونس اش كتقول في واحد مثلي يدخل يدير ندوه صحابي مثلي واساء لجلاله الملك؟ ماشي عائسه، ما بعدها عائسه مقززه، تعرف شنو التقزز؟ الله واخا يكون شهيد لي داك السيد. واش حنا بمثلي غندافعوا القضايا الوطنيه؟ ماشي المثلي بداك المفهوم، بداك النوع ديال البشر. واش هذوك هما اللي غيدافعوا على المغرب؟ هذاك هو اللي غيدافع على الوطن؟ هذا الانسان تصديت له الحمد لله وبعد شنو وقع؟ دافع على بلادنا وعادي وعادي جدا. واش قلتوا انتم ماشي كلمه؟ انتم طرحتوا السؤال، نتمنى حميد يهضر، انا كنقول كنتمنى تهضروا على هذا واخا، ونتمنى كذلك ملي قلنا وزير العدل مثلا 4 المليار ونص ما خلصش مثلا لهذا الصندوق ديال الخزينه الدوله، وبزاف القضايا انا كنهضر فيهم ما كتهضروش انتم فيهم. قالوا على نداء اللي كيعتبر بانه الحل ديال قضيه الصحراء ماشي هو الامم المتحده، بل هو ندوه في فرنسا تشرف عليها فرنسا. نداء وقعوا لي ثلاثه المغاربه هو كيعرفهم مزيان، يقدر يكون كيتفق معاهم كيختلف معاهم، ولكن ظهر لي بانه النداء كان اكثر اهميه من الكلام كله اللي قلناه. والله اخويا رضوان ما شفتو حتى وقسما بالله عاد شفتو دابا ملي سمعتكم عليا مشيت كنقلب في الواد النداء. شوف المفاجاه رضوان شنو لقيت؟ النداء لفائد لصالحنا، تيقول توسعه، تيقول فرنسا دات للمغرب ارضه وكنا نعرفوا نستغلوا. تيقول بلاتي اسمع بعد الصحراء الغربيه بلاتي. واش حنا احسن من فرنسا؟ ومازال كنقول لك حميد المعداوي ماشي فرنسا احسن منا، مازال اؤمن بها. كنوجه لي نداء من هنا كنقول لي بغيت نسمع فيديو ديالك في حلقه كتكلم على ثلاثه المغاربه اللي ساووا بين المغرب والجزائر، واللي تكلموا على الصحراء الغربيه، ما تكلموش على الصحراء المغربيه، واللي تكلموا بحياد المطلق، عندهم الحق شغلهم هذاك على كل حال، غير باش باش نتصافى. رضوان الحسن الثاني شنو قال؟ قال الاستفتاء على الصحراء، ياك ما ثاني عاوتاني تقول لي كان ضد البلاد، ويا رب هذا البلطيق، قال الاستفتاء على الصحراء، والحسن الثاني وما ادراك ما الحسن الثاني. رضوان في الامم المتحده شنو كنقولوا، الصحراء المغربيه ولا الغربيه؟ المغرب كيجلس فيها. رضوان هذاك المينورسو شنو معنى المينورسو؟ حنا دابا اللي فوق ارضنا مغربيه قابلينو، دابا خصنا نهضرو بالمنطقة رضوان، لا جيتي تحاسب مع هاد الخوت بهذه الطريقة، ما معنى المينورسو؟ شنو هي هذيك، شنو هذيك البعثة ديالها؟ شنو على واش كاين؟ وراه الاستفتاء، على الاستفتاء فوق ارضك محطوطة. إذا خصنا نطرقوا من هاد من هاد من هاد من هاد من هاد الفلسفة. نقطة أخرى خويا رضوان، الصحراء ملي كنقولوا غربية دلاله جغرافيه بحال نقولوا الصحراء الشرقيه. نقطه اخرى خويا رضوان، هاد الاشخاص اللي كيهضر عليهم والله ما عمرهم ما قالوا الصحراء ماشي مغربيه، ما كنتفقش معاهم بزاف الافكار تيقولوا هذوك الاشخاص، والطريقه اللي كيتناولوا بها بعض القضايا عندي اختلاف معاهم كبير، وراك كتشوف ما كيعيطوا لي ما كنعيط لهم ما كندفع، كل واحد وش الثقه لهم، ولكن كلمه حق نقولها، هذوك الناس انا كنعرفهم عفوا تيقولوا الصحراء مغربيه معروف عليهم. نقطه اخرى خويا رضوان، هذاك البيان انا قريته دابا وقلبت ومشيت كنشوف مقال عليه الناس امريكيين الناس فرنسيين عدد من الناس من العالم. دابا غنسولك رضوان، غيوقعوا عليه واش غيقولوا الصحراء المغربيه الامريكان؟ الصحراء الغربيه دلاله جغرافيه كما الامم المتحده تقول الصحراء الغربيه. ولكن اللي اساسي فيه ان الجزائر ذات ارضنا. فرنسا علاش هي اللي رسمت الحدود؟ فرنسا هي اللي اداتنا رضوان، هي اللي عارفه الملف وضابطها انطلاقا من هذه الفلسفه. اذا اخويا رضوان هذوك الناس ملي تيقول الصحراء الغربيه، لان الناس بزاف ديال الناس ثانيين معاهم من العالم، واش هما غيقولوا الصحراء المغربيه امريكان؟ واش البلجيكي غيقول الصحراء المغربيه؟ واش الصباليوني غيقول؟ هذاك في واحد النداء. نقطه اخرى رضوان، الملف وحتى في هذيك الوثيقه انا شفتها راه المرجع هو اممي، هذاك غا نقاش ندوه، كاين جمود في الملف كيتحلحل وكيتناقش، راه ما فيها باس رضوان، ما تبقاش تفهمها بواحد المنطق ما نعرف كيف داير، عادي وعادي جدا. بقات لي نقطه اخرى خويا رضوان غنختم معاك فيها بخصوص بزاف القضايا. شتي الا بغيتي تطرح سؤال مزيان بحال نعطيك مثال، بحال دابا هاد رئيس ديال المخابرات اللي جا للمغرب، عنده واحد الشعبه، شعبه ديال المكافحه ديال التهرب الضريبي، واش نقدروا نستافدوا منها حنا؟ هلا بغيتي هاد عرفتي الميريكان كيبحثوا مع ترامب، ترامب عنده التهرب مع هذه الفيدرالية، واش حنا في المغرب عندنا هاد الناس اللي كيخرجوا كيشريوا الاراضي الوزراء ومسكين كيفاش كيخرجوا الفلوس؟ علاش ما ناخذوش من هاد المخابرات اف بي اي هاد الزياره مثلا شعبه خاصه بالتهرب الضريبي اخطر من كيواجهوا المغرب؟
نقطة أخرى خويا رضوان، لأن هذه النقطة باش حاول ما تفهمنيش أنني كان الإساءة ليك، لا هذه عادي هذا النقاش. مثلا دابا اليوم كاين جوج قضايا اللي كانت كبيرة، المغرب راه كان كيلعب دور كبير كوسيط في الشرق الأوسط، واش باقي كنلعبوا هذا الدور دابا حنا كما كناش على هذه؟ اليوم الحدث الأبرز في العالم هو الحرب الروسية الأوكرانية، حنا كمخابرات مدنية أو خارجية أو دولة واش عندنا شي دور في الحرب الروسية الأوكرانية؟ اليوم راه حتى موقع شد بلاصتك، المستقبل شي المستقبل رضوان اللي جاي هيحدوا الحرب الروسية والأوكرانية، كاع الدول اليوم كتموقع في هذه الحرب. اليوم حنا واش عندنا شي دور في الحرب الروسية الأوكرانية كمغاربة؟ واش عندنا شي دور؟ نبغيو حنا شي توضيحات في هذا المستوى. كنتمنى خويا رضوان وخويا يوسف ما تقلقوش من هذا الشيء اللي قلت لكم، خاصكم خصنا نناقشوا بحدود. أما رضوان فرنسا أحسن منا، أنا كنقول لك رضوان فرنسا أفضل منا، عقل انا نعاودها لكم مزيان، فرنسا احسن منا ماشي بالنديه والحق، وانا ما نبغيش تكون التبعيه لفرنسا، انا اكبر واحد رضوان كانت قاتله على ضد التبعيه، وانا كتشوف كنقول الفرنسيه ما تكونش، علاش رضوان انت كتقولها شفهيا ولكن واقعيا؟ هل فرنسا ملي كيهضر بوليطان فرونسي مع المغاربه ما كتهضرش رضوان؟ اذا انت ضد التبعيه على المستوى الشفوي عمليا، كتب السيد بوليطان ما تهضرش فرونسي، ودابا ما فهمتش انا عيشه زوينه وخايبه وحوايج زوينين، ناخذ فلوس فرنسا البرلمان الاوروبي نهضروا باللغه الفرنسيه، الناس هنا في المغرب عنده طرابيل فرنسيه، عنده كارت بونكير كيمشي للبنك يشري فلوس من فرنسا، كيمشي لكارفور يتقدم من فرنسا، ولادو كيقراو في البعثه الفرنسيه، ولادهم كيقراو في المؤسسات الفرنسيه، كل شيء فرنسي في المغرب، ولكن شفهويا في الاعلام والندوات فرنسا وفرنسا، ايوا فرنسا قطع لي معاها في الارض. اجو ندينوا اجي رضوان يونس، اجو انا وياكم نديروا دعوه المطالبة بمحاكمة فرنسا على ما الاستعمار ديالها للمغرب، ديروا شي ندوه، واش ما بغيتي يا رضوان بالشفاوي ضد فرنسا؟ والناس راه كيجلسوا مع بعضياتهم، رضوان رانا وياك اللي دراوش، تفكر انا جاي من خليجات، انت جاي من تافوغالت، وتحية لخليجات تحية تافوغالت، خصنا نبقاو هكا مع الدراوش رضوان، ماشي تنجدر عليك دابا ولا، هذا هو الأصل اخويا رضوان، أما هذوك اللي كندافعوا عليهم هاد المسؤولين، الوزارة كاملين، عقلتي عليها سعيد أمزازي ديك المرة ولدو فرنسا وديك الوقفة وديك الروينة ديال سعيد أمزازي، وعقلتي على شاكيب بن موسى عاطي السفيرة الفرنسية البيعتها قبل منك أنت مغربي، أنت يونس دافقير عمر الشرقاوي، شاكيب بن موسى أعطى المشروع قبل ما يعطيه للمغاربة خوتو، ودابا حنا خايبين رضوان، دابا هذا هو فرنسا، أنا ماشي نقطع معاك مع فرنسا اللي بغيتي من دابا، كون ما خفتش الجمهور وبعض المصطلحات تسمع شي حوايج من عندي على فرنسا، اش من فرنسا رضوان؟ اش من فرنسا رضوان؟ لا ولكن خصنا نكونوا مسؤولين، فرنسا أفضل منا، مي رضوان مي عندك عميتان. امي انا الحمد لله معايا كانتك عميتها ماشي حقيقه، افترضوا امي ما كطيبليش الفطور كنمشي الصباح للمدرسه، سمعني مزيان، امي رضوان وانا صغير ما كدوش ليا كنجي الحوايج موسخين، سمع مزيان رضوان، امي اللي ولدتني حوايجي ما كتصبنهمش ليا، ما كديرش الفطور باش نمشي للمدرسه، كنجي بالجوع، جارتي كنشوف قدامي صاحبي المدرسه كيمشي مدوش وولدو مغسول مزيان، وكيف كيقول لي انا فطرت الصباح، انا امي شحال نقول لامي؟ غنقول لها امي جارتي احسن منك، ولكن راه امي اش عندي لعن بيحه، ولكن خصني غتقول لي يا ولدي علاش امي؟ غنقول امي راه ولدو كيفطر وكيصاب انت ما كدير لي والو امي، وهذه هي الحقيقه رضوان، راه ماشي انا دابا نوليك الطرقان كلهم عيالنا رضوان، والدبابه رضوان الدبابه اش غتقول؟ المغرب فضل ساهل هذيك النقاش الشفوي من فوق الوطنيه الخف الخوه، ولا خصني نقول بلادي ما مزياناش وحبيبه وما غندوزهاش في المعارك باش نستفز المسؤولين باش نصلحوا البلاد، راه اخطر حاجه رضوان هو الوهم المغاربه وبسطاء الشعب، المغرب راه واعر احسن من فرنسا، ما بقاش نديروا الاصلاح وكنعفيو المسؤولين وما كنحرجهمش، والله لا طورتي يا رضوان، وخصك تواجه المسؤولين ديالك ماشي تواجه فرنسا، فرنسا راه خدامه على ولادها رضوان، فرنسا راه افضل منا ماشي معانا حنا، ميز فرنسا زينه مع شعبها، انا بغيت مسؤولينا يكونوا مزيان مع الشعب باش نواجههم، نواجهوا فرنسا باش رضوان، دابا انا مريض تصور نقول انا ماشي مريض كنتحدى التبعيه للمرض وكنتحدى الحكره ديال المرض، انا ماشي مريض ولا مريض باش نمشي نتعالج رضوان، راه ساهل نقول تصور فيا مرض ونقول كنتحدى المرض، لا الكرامه انا ماشي مريض انت المرض التبعيه ديال المرض بحال هذه المسافه، لا انا مريض ونعترف باش مريض باش نمشي نشوف الطبيب باش ندير وصفه باش نولي قوي، انا فيا الجوع فيا الجوع باش ناكل، واش غنقول لا ما فيهاش الجوع في فرنسا، لا ما فيهاش الجوع، لا الطرقان زوين، انا احسن منك، ومن غنقولوا فرنسا ماشي احسن منا، قال لك رضوان احنا كنهضروا في الهوند وكيهضر الباسكيت، وباش احسن من فرنسا؟ وهو الماكله، التطبيب، الطرقان، حقوق الانسان، السوسيال، القضاء عادل، واش دابا فرنسا؟ اجي رضوان ما تقلقش، عندك جوج حالات، الكويتي اغتصب مغربيه وهرب مشى لبرا، سعد المجرد اغتصب فرنسيه راح عارك تما بسنين، تبغي هذا المشهد يا رضوان؟ يلا نعاودها لك رضوان، كويتي اغتصب اختك واختي مغربيه، عطاتو النيابه العامه الصراحه المؤقت وما عطاتوش الصحفيين، وخرج واغتصب مغربيه اختك واختي رضوان، ها المغربيه ها المشاعر، اغتصب اختك واختي رضوان مغربي، سعد المجرد يقال يشاع ما كاينش حتى وسائل الاعتماد الجديد، شاده لنا فرنسا،
علاش فرنسا دافعت على بنتها والمغرب ما دافعش على بنته؟ تبغيني يا رضوان هكا نبقى نجي انا وندير الفيديو نقول ان فرنسا وليدات فرنسا؟ تاش من وليدات فرنسا، سير شوف وليدات فرنسا الحقيقيين. رضوان رضوان خويا، نتمنى ما تقلقوش الاخوان، هذا نقاش اخوي وانا كنناش حتى الاخوان ديك كدابزو عطيتو، لا انا هذا نقاش حبي واخوي، الاساسي هو مصلحه البلاد وما كنبخصو حتى شي واحد. وكنقولها والحموشي والله ما كنخاف منه، احترمه، ما عرفتش علاش داك السيد كنحتارمه، واخا بعض ما كيحملنيش في الهضره، انا داير بحال هكا. وهذا النقاش والله ما لاش غايه الاساءه ليه، كيدير مجهود كبير وكيدير، انا فقط انبه، ويقدر يكون ما عنديش الحق، يقدر يكون غايب عندي، انا بغيت نشوف الفاعل الحكومي اللي محيح، الفاعل البرلمان، الامني ما نشوفوش انا، انا داير بحال هكا، الامني خصو يبقى في التكه ما كيبانش، قليل، انا ملي كنشوف الامني كيبان بزاف كنخاف، كنقول فين مشات الحكومه، فين مشى السياسي، حيت الاجوبه عند السياسي دائما مشى هذا الامني، نتمنى ما تقلقوش مني يا خوتي المغاربه، رغم انه غيان بليس كولا فيريتي، شكرا لكم وتحيه لكم.